السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا باحسن حال. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي سهله مزيونه ولذيذه وبمقادير بسيطه. غنعدلو اليوم ايس كريم. سو باش بالنسبه للمقادير، عندنا كريم شونتيي، نص لتر د الحليب، حليب غابرانيدو. بالنسبه للحليب غابرانيدو، كاس قول هي ديك 65 غرام. عندنا هنايا فلون كراميل، فلون شوكولا، فلون فاني، وفلون فريز. وعندنا واحد دانون ديال كراميل، سينو اذا ما عندكش دانون كراميل تقدر تخدم نسلي كراميل. واحد دانون ديال شوكولا، ودانون ديال فاني، وديال فريز. ونبداو دابا على بركه الله. اول حاجه عندنا غنحطوا الكريم شونتيي، نيدو، او نص لتر الحليب. غنطربو دابا كلشي حتى طلع لا كريم. صافي دابا انا غنبقى نطرب هاد المزيج كامل مع بعضياتو حتى طلع لا كريم، ونرجع لكم باش نشوفو كيفاش غنكهو هاد الايس كريم. شوفوا معايا دابا، صافي الكريم شونتي ديالي طلعت وقسمتها على ثلاثة، تنقسموها على أربعة على حسب نتوما شحال من نكهة تعملوا. نبدا بالنكهة الأولانية، هي بشوكولا، أنا من فلان دو شوكولا، ونزيد عليها غانيت شوكولا. ودابا عمدا عنطربو حتى يمتزجو مزيان. دابا نعدل ايس كريم ديال الفاني، نعملو فلان ديال الفاني مع دانون فاني، نخلطوهم حتى هما مزيان، كنحصلو على نفس النتيجه اللي حصلناها في الايس كريم ديال الشوكولا. نبداو نقربو، ودابا بحال اللي شفتو معانا ها هو الايس كريم ديال الفاني، هذا ديال الشوكولا، ودابا نعدلو ديال الكراميل نفس الطريقه. بحال اللي كتشوفوا بلي هذه زعما اسهل طريقه الايس كريم، والنتيجه ديالو مزيونه بزاف. نعمل هنايا كراميل ونخلطو بحال اللي خلطت اخرين. نسيت ما نقول لكم بالنسبه انا ما زدتش السكر في هذا الايس كريم، حيت بالنسبه لي هذا اليوغورت وهذا اليوغورت ديجا فيه السكر، فيه سكر، وحتى كريم شونتيي فيه سكر. الا نتوما كتعجبكم الحلاوه زايده تقدروا تزيدوا السكر، سكر كلاصي، جوج مغارف ولا ثلاثه المغارف. المهم دابا غنجلس نخلط هادو ونرجع لكم بالنتيجه النهائيه. بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا ها هو الايس كريم شوكولا، هذا ديال كراميل، وهذا ديال الفاني. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، انا جبت هاد لي بواط بلاستيك عرفتوهم، فنعمل كل نكهه بوحديتها ونخشيهم في النبيره في المجمد. بالنسبه للمجمد، الا كان عندكم مجمد مزيان فخليوها من 4 حتى 6 ساعات، اولا تقدروا كاع تبيتوه باش زعما تعطيكم نتيجه احسن. دابا نحطهم انا في هاد لي بواط ونخشيهم في النبيره، وكنت نرجع معكم مع الشكل النهائي. Thank you.